وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. نقول هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو. فدل أن المعنى فليصلي هنا الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني يدعو لأهل البيت بالبركة أو بأي دعاء: الله يبارك لكم في طعامكم، يبارك لكم في أهليكم، أو أن يقول: الله بارك لهم واغفر لهم وارحمهم، إلى غير ذلك من هذه الأدعية المباركة. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.